tranquila. رجعنا لكم في ترانكيلا 7:18 دقيقة على راديو مان آخر ساعة في ترانكيلا نبداوها كالعادة بالكاش ما ذكركم آخر ساعة هذايا عندكم دو باس بور لا سواري ريفيون في أوتيل سو لاجور فين تلقاو زازا شو نور شيبة نادر كيرات منذر بن عمار وغيرهم كي طلعوا معنا البلاد نحكي عليهم نحكيو عليها في مي جيوغرافية ما خان نبداو بالكاش ثلاثة ملايين ومية كاش وسعيد الحظ من الدندان المرة هذايا سي عبد المجيد على السلامة على السلامة مدام مرحبا بيك عايشك وبك اكثر ربي يخليك انت وجمع لي معك يعايشك دونك تحيه المستمعين في الدندين اش تعمل في الدنيا عبد المجيد والله استاذ فيزيك استاذ فيزيك فاكونس توا ولا محارس لي على الاساتذه اي انت مع الاضرابات ولا ضد والله شو اقول لك مغرم خاك انا بطل فهمتك معناتها مساند كوا للزملاء وانا نتفاهم هذايا بيان سور اللي القطاع ديما يساند روحه اما التلامذه شنو حوالهم عداو التلامذه اللي يقراوا عندك عبد المجيد ولا لا لا ما عداوش مالوغوزمون ربي ينجحهم صغيراتنا الكل عبد المجيد ثلاثة ملايين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الاوضاع الكل تتحسن 3 ملايين و100 اليوم في الكانيوت تعرف اللعبه سي عبد المجيد نعرف نتبع فيكم ان شاء الله نربح بالحق خاطر انا والله ما الحمد لله معناتها ما على الحق عندي العمليه نتاع الوالده هي اللي ملزوم عليك على عمليه على شنو والله على المراره على المراره ان شاء الله ربي يشفيها ربي يطول في عمرها 3 ملايين و100 شوف سي عبد المجيد ركز هي دقيقه تنجم تربحك 3 ملايين و100 ما حاول تركز ذاكرك اللي سكيتي خسرك ما تسكتش ما تسكتش ما تسكتش خاطر زوج سكوندات مرتين ورا بعضهم تسكتهم تخسر تخسر 3 سكوندات مالك هاو تخسر دونك حاول ما تسكتش وما تمهماش وما تنطقش الحرف اوكي سي عبد المجيد ان شاء الله ان شاء الله حرف اليوم هو حرف الميم الماء سي عبد المجيد ما تنطقوش دقيقه كامله حاضر نبداو ان شاء الله يلا دونك نبداو توت سويت في الزرقاء فرقة الزرقاء فرقة 100% كاش اهلا وسهلا اهلا بيك لاباس عليك صافا شكون معايا انا اسمي عدنان اسمك بالماء انا اسمي مش عبد المجيد راهو بالماء اما اسمي عدنان كنت عدنان ديريكت على الاقل اي علاش ما قلتش عدنان ما عندناش جمله خاطر استاذي هذولي لازم جمله مبتدا وفعل مفعول به سي عبد المجيد هذه بالحق للتاريخ هذه باش نقراوها في الجمله فيها مبتدا وفعل مبتدا وخبر لا انا على غالب كمان مبتدا وخبر جمله اسميه زاد جمله اسميه جوست ما نحكي على جمله اسميه فعل وفعل ومفعول من بعد نعطيك تعمل صندوق قال تعطيني سي عبد المجيد سر لا 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 انا عمري ما نعطي السر الحمد لله وكاو سر بس فما جمله اسميه ولا شو فما مبتدا وخبر خبر الخبر جمله اسميه الفعل والفعل مفعول به اي نحكي على ليه صح لا مو جمله اسميه جمله اسميه خاطر قلت مبتدا اما صلحت الجمله مبتدا سبا مروه عادينا مش مشكله انا نعطيك 17 شويه خاطر الحاج بالاعداد ماكش تشوف سعد ماجد شكرا لك تحيه ليك يعطيك الصحه يلا ربي يشفي الوالده لا غالب غدوه 3 ملايين و200 في الكانيوت الكانيوت كي تهولي